الغلول يشمل أمورا كثيرة، يعني بعض الناس يتساهل في أمور وهي داخلة في الغلول المنهي عنه المحرم. مثالها بعض الناس اليوم مثلا في دواماتهم الرسمية يستعملون أجهزة الحاسب الآلي في مصالحهم، تجده يستعملها في البيع والشراء والأسهم وتخليص معاملاته، هذا من الغلول، وقد نص على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، ذكر أن هذا من الغلول المنهي عنه، وذلك لأن هذا الحاسب الآلي أو السيارة التي تكون للعمل ويستخدمها في أموره الشخصية هذه ممتلكات عامة، لا يجوز لك أن تخصص نفسك بشيء منها، هذه ممتلكات عامة كالغنيمة في الحرب، مال عام يوزعه الإمام ويقسمه على المجاهدين، فكذلك هذه الأموال العامة لا يجوز لك أن تستخدمها في خصوصياتك، فهذا من الغلول الذي لا ينتبه له كثير من الناس.